رصدت كاميرا انطلاق منتدى الفن العالمي بعنوان الفن الدولي المعاصر من أجل التنمية المستدامة، وذلك بالمتحف القومي للحضارة. هو الحقيقة أول مرة إن في حد يربط الأرت اللي هو أو الفن بالتنمية، يعني إحنا بنعمل ده لأول مرة في مصر، عشان كده سميناه منتدى الفن الدولي. بس هو الحقيقة هو أرت فير، هو أرت فير لأن إحنا عزمنا جاليريهات من العالم كلها إنها تشترك، وكلهم رحبوا بالفكرة وحبوا إن هم يقدموا فنانينهم، فهو أرت فير. وفي نفس التوقيت إحنا بنقدم محاضرات ونقاشات إزاي إن إحنا من خلال الأرت نقدر نجد حلول لمشاكل العالم. شاركت بسبع لوحات أكريليك زائد مواد مختلفة. طبعا هي الأفكار أنا صار فترة تقريبا أشتغل عليها، اللي هي مفردة الاقتباس من الحضارة والخيول العربية، اللي هي أنا أشوفها بطريقتي الخاصة. مثلت الخيل العربي بالأجنحة اللي هي موجودة بحضارتنا طبعا، وطبعا يرمز للحرية والتحرر وأيضا للهجرة والسفر. أنا سعيدة جدا طبعا بالمشاركة في المنتدى، لأن أنا عموما يعني ببقى فخورة جدا لما بيبقى عندنا شغل في فنانين كتير من دول كتير على أرض مصر. طبعا دي حاجة هايلة، فرصة إن احنا نتعرف على شغل العالم والعالم يشوف شغلنا، وخصوصا إن احنا كمان رابطين ده بالأهداف بتاعة التنمية المستدامة، فطبعا ده يعني نقطة هائلة جدا في صالحنا.